محمد ابو العز. تمام، كلمنا على الاسعار السنه دي. اقول اسعار، في الاسعار برضو عاليه. اه، والناس برضو في الشراء برضو ما بيشتروش حاجه. وبعدين زي ما انت شايف اهو. تمام، احنا شغالين فوانيس وشغالين سريع. يعني الاقبال مثلا، الاقبال اللي شغال على السكوتر بس. السكوتر هو اللي شغال. طب الاسعار السنه دي ايه؟ طيب زياده عن السنه اللي فاتت ولا؟ اه، الاسعار زايده جامد قوي. الحته اللي كنا بنبيعها ب 25 النهارده ب 35 جنيه، والحته ام 50 بقت ب 60، والحته ام 70 بقت ب 80، والناس ما فيش اقبال زي ما انت شايف. طب ايه سبب ارتفاع الاسعار ده؟ سبب الارتفاع ما فيش استيراد وتصدير، وفي شغل طبعا متخزن عند البياعين، والبياعين عاملين يغلوا على الناس اللي بيبيعوا. وطبعا احنا واقف حالنا اهو زي ما انت شايف. طب كله مصري ولا في مستورد؟ طبعا في مستورد، بس الشغل ده متخزن عند التجار الكبيره، والتجار الكبير عايزين يكسبوا. أوه. ويكسبوا على قفا الناس الغلابه. وهنعملوا ايه؟ قاعدين واقفين عشان يبقوا حتتين يقعدوا معانا. اه، كلمنا عن اسعار الفوانيس السنه. الاسعار زي السنه اللي فاتت، مفيش كتير يعني. السنه دي كلها منتج مصري ان شاء الله. ما تاثرش مثلا بسبب الارتفاع الاسعار؟ لا 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 لا، احنا مشغلين تبع الشغل المصري. هي مش هتقف على حد. مش هتقف على حد؟ لا لا، ما بتقفش على حد. طب ليه ما حاولش زي كل سنه مثلا في كل سنه نستثمر؟ ايه؟ نستثمره يعني. اللي بيجي من بره شغل ابتي كار، يعني واخد بالك؟ هنا لازم تشتغل. ما فيش منتج، انا بعمل منتج. في ناس اسر مصريه بتشتغل بتجيب لنا منتج. والصناعه بتبقى نفس يعني زي اللي بره برضو ولا بيبقى ده يعني ممكن احسن من اللي بره كمان؟ احسن من اللي بره. طب الاسعار بس احنا بنشتغل بقى من قطع غيار من بره عشان نكمل المنتج بتاعنا. طب اتكلمنا على الاسعار. الاسعار ما فيش يعني، من تبدا من 35 لحد 70. اكبر فلوس عندي ب 70 جنيه. اه، يعني في 35 اللي هو الصغير؟ 35 الصغير. الوسط 55. الكبير؟ كبير ب 60 جنيه، و65 وب 70. تمام، يعني انت بتشجع المنتج المصري. بس الناس تشتغل. الناس تشتغل. في انواع جديده نزلت من فوانيس السنه دي؟ احنا بنفتكر. عندي كل ده ارتكيت. تاني السنه النهارده الارتكيت. السنه دي بقى اكتر من اي سنه عشان مفيش مستورد.